السلام عليكم. شكرا لفيلسوف الفوتسال المغربي، شكرا لربان الأسود شامدقي الذي درف دموعا غالية في ليتوانيا، دموع تختزل في طياتها معاني كثيرة. شكرا للأخطبوط الخياري وللمايسترو مسرار وساعود وأمزال والبقية، جيل صنع للفوتسال المغربي مجدا عالميا بمداد الفخر والاعتزاز. معهم رفرف علم المغرب عاليا، فعلوها في أرض البافانا ومن ثم لبلاد الكنانة مرورا بالعيون المغربية ومن ثم إلى ليتوانيا حيث قرعوا الكبار. السلام عليكم، تحية للأخبار الفجر المغربية. نهاني أنفسنا أولا كمغاربة على الإنجاز غير المسبوق الذي حققته كرة القدم داخل القاعة ببلوغ دور ربع النهائي من كأس العالم لكرة الصالات كما تسمى، والإقصاء الصعب على والمر على يد المنتخب البرازيلي اللي هو من أعتد المنتخبات العالمية ومقارعة الكبار كمنتخب البرتغال ومنتخب تايلاند. وهذه كما قال السي هشام دقيق واختصر لنا الكلام، هذا هو الأوان للاهتمام بالفئات الصغرى، الفئات الصغرى اللي غتشكل إن شاء الله مستقبلا القاطرة ديال هذه الكرة في البلد ديالنا والاهتمام بالبنية التحتية كذلك. تحياتي لكم. السلام عليكم. بخصوص الأداء ديال المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، صراحة كان الأداء مبهر، عجبونا، اللهم بارك، قدم واحد الأداء اللي كان جد جد ممتاز، أداء اللي شرف الكرة المغربية والوطنية والإفريقية وكذلك العربية، يعني بتأهل اللي هو يعني أول مرة في التاريخ. عجبونا، قدم واحد الأداء زوين، كنتمنوا إن شاء الله الاستمرارية ديما على نفس هذا الأداء هذا اللي قدموا، ومهم إن شاء الله بإذن الله مسيرة موفقة للإطار الوطني. سي هشام دكيك اللي يرفع الراس ديال الأطر الوطنية عاليا وديال الأداء الوطني، كنتمنوا يعني مسيرة موفقة لهم في القادم إن شاء الله. السلام عليكم. بالنسبة للأداء ديال المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، صراحة منتخب في مستوى، بسم الله، مشاركة متميزة، وهذا بفضل المدرب سي هشام دقيق واللاعبين اللي هما لاعبين في المستوى اللي صراحة بسموا على مشاركة متميزة، وهذا ما جاش على غير هكاك، جا بمشاركة ديال الجميع على رأسهم رئيس الجامعة حتى هو اللي عطى الأهمية الكبيرة لكرة القدم داخل القاعة، واللاعبين اللي هما لاعبين اللي كيلعبوا في البطولة الوطنية. الحمد لله عندنا لاعبين في المستوى، خص تعطى لهم غير الامكانيات وكما كنقولوا توجدوا الارضيه، كون على يقين ان المنتخب ديالنا يمشي بعيد، والدليل هو انهم راه وصلوا للربع النهائي امام منتخب اللي هو المنتخب ديال البرازيل اللي بصراحه راه ماشي منتخب سهل. صراحه كنتمنى لهم انهم ان شاء الله ينساو المشاركه ديالهم كاس العالم، وجدوا الاستحقاقات المقبله، وكون على يقين انه ان شاء الله غادي يقول كلمه ديالو في الموسم المقبل ان شاء الله. خصوص المنتخب الوطني ديال الفوتسال، وصراحه عطاونا واحد الوجه اللي فرحوا المغاربه، فرحونا احنا كمغاربه، وداروا واحد المستوى اللي هو زوين بزاف، وعطاو واحد الاداء اللي هو رجولي صراحه، بخصوص امام المنتخب البرازيلي اللي عنده تجربه كبيره بهذا الجانب ديال الفوتسال، وحنا كنعرفوا المنتخب البرازيلي عالميا، وباش توصل هذا النيفو هذا وباش تلعب بهذه الطريقه هذه امام نجوم العالم، امام الفرق كبيره بحال هذا المستوى هذا، راه ماشي بالسهل. وكنشكر بزاف المجهودات ديال الطاقم التقني ديال المنتخب الوطني المغربي والمدرب واللعابه كلهم اللي عطاو مجهودات ديالهم كبيره وما شاء الله عليهم وفرحونا. ولان اكثر العارفين بقانون البدايات من وصل بعد عناء، فما حققه ابناء الربان المغربي هشام دقي لم ياتي بمحض الصدفه، إنما هو عمل دؤوب يعود لسنوات أسفر عن نجاح دغدغ مشاعر المغاربة قاطبة. خالد بادو، أخبار الفجر المغربية، التشيرة.